اهلا بيكم يا شباب متابعي جيمرز لاونج على يعني تويتش او فيسبوك. احنا موجودين ان شاء الله في الاثنين ونبدا على طول بالجيم. تريستانا هنا بيك على طول مع سايون مع ريليون سول كيتلين مورجانا. هنشوف ثالث بيك هيكون لمين. وسريعا كده نتكلم، يعني عايزين نرحب بالناس اللي موجوده، مش عايزين ندخل عليكم كده قفش، ولكن ثلاثه بان راكان سيجواني وبارد، واحنا عارفين ان الثلاثه دول اقوياء ازاي. بان راكان عشان يمنع زايا انها تكون في يعني بان راكان بيساوي 2 بانز للتيم، وبالتالي بيكون زايا كمان هي اوت، وبالتالي كيتلين بتكون رد. هنشوف بان تاني زاك بيطلع زاك من الجيم. الناحيه الثانيه كان بان دريفن كاترينا ميشيل. ثواني خليكم معايا هتاكد من حاجه بسرعه وارجع لكم تاني، لان شايف اوريليون سول هنا كمان، ودي بكايه ما نقدرش يعني نتجاهلها. ممكن تكون بليس هولدر مش عارف، ولكن لو بكايه للجيم هتكون حاجه قويه. جاكس هنا بيروح بان هو كمان، واسمه الحقيقي ساي جاكس، وهقول لكم عليها لو جت فرصه. اسمه الحقيقي ساي جاكس جاكس بس. جيس هنا كمان البان الخامس، وهنشوف البان الاخير هيكون مين. انيفيا، ونبدا البيك او الفيز 2 في البيكس، ونشوف دلوقتي محتاجين نشوف جانجلر ومحتاجين نشوف سبورت. الناحيه الثانيه معانا ايدي كاري وميد لين وسبورت، يبقى محتاجين نشوف توب لين ومحتاجين نشوف جانجلر. في هوفر على كين، فممكن نشوف كين، مش عارف اللحظه الاخيره ممكن كين فعلا. هنشوف كين جانجلر، الناس اللي بتحب تلعب سولو كيو اكيد كين يعني اختيار جامد جدا للناس اللي هي بتحب تلعب، واثبت نفسه بقوه كبيره، وخصوصا ان انت تقدر يعني تشيفت ما بين الداركن وما بين الشادو اساسن عشان تقدر تتعامل مع مجريات الجيم، سواء اللي قدامك تانكس او اللي قدامك بليتز كرانك. وات ذا ويت ويت ويت، ممكن بليس هولدر، ممكن بليس هولدر، لان في مورجانا. بليتز هيكون ريكساي، ده البليس هولدر، يبقى كده الجانجلر عندنا ريكساي. واخر اني بوت هيختار ايه؟ هيختار توب لين بنسبه كبيره. توب لين هيكون مين؟ في سايون قدامنا الناحيه الثانيه، وبالتالي محتاجين نعرف هيكون التوب لين هنا مين. نار ماتش اب حلو، نار قدام سايون ماتش اب قوي. سايون يقدر يشوف الويف كويس، ولاعيبه سايون يقدروا يقولوا معايا ان سايون بماكس اي عشان يقدر يكلير الويف اسرع، ويبدا يبقى عنده سكيل رينج حلو، وخصوصا قدام نار. نار الناحيه الثانيه هيفارم بسرعه. رايز هنا بيبيك على طول، ولكن بنطلع عشان يختاروا او يرجعوا تاني يظبطوا البليس هولدرز اللي ما اتعملتش، وبنرجع تاني للجيم على طول. بنبان اي حاجه بسرعه عشان ندخل الجيم اللي او نبدا الجيم على طول، وندخل على الديلي تايم، وبعد كده ندخل على الجيم باذن الله على طول. ثواني وهكون معاكم اتاكد من حاجه سريعه للجيم ده ونرجع تاني. رجعت لكم بسرعة، وادي بدأنا البان. أي حاجة على طول كده، أي حاجة في حرف الإي على طول. هنلاقي آري، هنلاقي أتروكس، هنلاقي أمومو، هنلاقي آني بسرعة كده على طول عشان ندخل. ولكن خلي بالك ما تعملش بيك على وأنت فاكر إن أنت بتعمل بان، عشان هنعيد تاني من الأول وحرام. نبدأ هوليوود كوتش بيبان. اكالي يا جماعه يلا بسرعه، ما بس مركزين عشان ما يحصلش بان لاي حد التيم التاني اختاره. نايت فول دلوقتي هم اللي عليهم البيك. لا دلوقتي لاست انفيجن هم اللي هيبيكوا ريكساي في البدايه، وعايزين نشوف بقى بسرعه عشان نبدا نتكلم عن الكومب شويه، وعايزين نشوف ايه اللي حصل او ايه اللي متوقعين يحصل او ايه اللي متوقعين نشوفه
في الماتش ده هيكون ماتش قوي. نفكركم تاني باسامي التيمز. لاست انفيجن هو اللي معاه ريكساي ونار وكيتلين، والناحيه التانية نايت فول هو اللي معاه تريستانا وساين وبرون. بان سريعه على طول ريكساي. ريكساي جانجلر رومينج بشكل فظيع، سريع، يقدر يكون موجود في اي لين بسرعه. بنشوف له على طول الايرلي جانجز بتاعته ليفل 3 ليفل 3 على طول، بتلاقيه في اي لين ويحرق على طول الفلاش بتاعه، يحرق اي حاجه عشان يسكيور كيل او يسكيور اتنين فلاش قصاده او يسكيور فلاش وهيل لو بوت لين. يعني هنشوف كلام حلو من ريكساي. الناحيه الثانيه كين نفس الموضوع، بالاي بتاعته دي بتخليه يعدي طبعا، يعني ما يعرفش حاجه اسمها حيطان ولا يعرف حاجه اسمها يعني عوائق، على طول بتلاقيه موجود في اللين، والانجيج بتاعه رخم رخم، من اي مكان يقدر يدخل ومن اي مكان يقدر يدخل. ولكن هنا كين كان بليس هولدر لأولف. ايوه كده بقى الكلام اختلف كده، أولف ولكن رجع تاني. واضح ان التيم ما وضحش للتيم اللي قصاده هم هيلعبوا بايه، وبالتالي ممكن نشوف disconnected. اوكي هو خرج disconnected مش مقصودة. ماشي هنشوف، مش عارف هل الاختيار أولف وكان كين بليس هولدر، ولا كان الاختيار كين وأولف جيب الغلط فدي سيد، مش عارف ايه الموضوع. ولكن هنرجع نشوف تاني الماتش ما بين الاتنين، ويا رب ندخل بأسرع وقت عشان الواحد مستني يشوف ماتش قوي بالماتش ابس اللي موجودة قصادنا. الناس في الكومنتس تقول رأيها، يعني هل انتم مستنيين انهي كومب بيكسب؟ الناس اللي بتلعب ترسانا، الناس اللي بتلعب سايم، شايفين نايت فول يقدر يكسب، ولا شايفين لاست انفيجن؟ انا مستني بس ان خلاص نخلص البيك والبان فيز ونتكلم شوية عن الكومب، ونتكلم انهي ماتشاب هيكون اسرع من التاني، والجنجلر المفروض يكون فين في اللحظة دي عشان يقدر يتكلم او يقدر يكوميونيكيت مع التيم بتاعه عشان يقدر يسكيور الوين او يسكيور كيل واثنين وثلاثة ايرلي، هتساعد اكيد التيم انه يبدأ الجيم بشكل افضل. منتظرين دلوقتي الرد، او في واحد للأسف عنده بج في الكلاينت بتاعه عايز او حصله دي سي، فهنشوف الموضوع هيروح لفين. ولكن ممكن نتكلم شوية من الحاجات اللي انا فاكرها. يعني ساين توب قدام نار، ساين هيقدر يسستين قدام نار حلو، نار هيضايقه بالباسف بتاعته وبالكيو بتاعته، هيضايقه جدا، هيلاند عليه دامج حلو. ولكن ساين قصادها هيكون قادر ان هو يكون موجود في الليل، ما عندوش مشكلة، عنده يعني قوة كده تخليه موجود، ما فيش اي مشاكل خالص في اللين، يحاول يكمل ويحاول ان هو يكون موجود في اللين باطول فترة ممكنة، لو حصل جانك يقدر يستفيد منه. ولكن نار هنا عنده سايد ستيب بتاعه على اللاندينج، وخصوصا اللاند الكيو بتاعت سايون بيقدر ان هو سايد ستيب حلو قوي عليها، وبالتالي نار هيسبب مشكلة لان بيكتسب موفمنت سبيد حلوه، بيعمل دوج حلو، بيعمل جامب حلو، معاه اسكيب يعني ابيليتيز حلوه تخليه ان هو يبعد عن اي خطر. ولكن ساين قصاده هو قادر ان هو يثبت رجليه في اللين، قادر ان هو يسستين اللين حلو ويكمل فيه، ما عندوش اي مشاكل قصاده. تيم فايت الاثنين هيكونوا اقوياء جدا بالامباكت بتاع ساين على التيم فايت، و الانيشيشن بتاع نار في التيم فايت هيكون قوي، ان هو يالت جوه التيم فايت، يعني ستان كده 3 او 4 في الحيطه وينزلوا فيهم دب. فده التوب لين. مين هيكسب التوب لين ايرلي لسه مش عارف، بس لو من غير جانجلرز اعتقد الاثنين هيكونوا في نفس المكان. يعني اعتقد ان الويفز هتكون في نص اللين ما بين ساين، ما بين ممكن ساين يتاخر شويه عن نار، ولكن ما فيش اي مشكله خالص، هيكون قادر ان هو يلحق بالكيو بتاعته بالاي بتاعته ان هو
يلحق يخلص الفورم، يلحق يكون في نص اللين، ومش بعيد كمان اللي بيدومينيت اللين ويبدا يبوش على نار شويه بما انه تانكي اكتر. فده في الماتش اب اللي فوق. تعال ننزل على الماتش اب اللي تحت، وهو تريستانا مع كيتلين. الاثنين رينج عالي، كيتلين بدات ترجع بقوه الفتره اللي فاتت، وشفناها يمكن اخر حاجه خالص كانت موجوده فيها كانت امبارح في ال NALCS. لعب عليها الدبل ليفت على كيتلين ولعب على جين. كيتلين امبارح يعني بتثبت او بيثبت بيها ان هي تقدر ترجع بقوه قوي. قصادها تريستانا اللي مسيطره على البوت لين بقالها فتره طويله، ومع انها خدت نيرف واثنين ولكن لسه متواجده بشكل قوي. فده كلاسيك بلاي من الاثنين الماتش ابس. هنشوف دلوقتي، يا رب نلحق ندخل بسرعه وممكن نرغي شويه حلوين كده في يعني في اي ديلي او اي حاجه، نتكلم شويه عن شويه كوز، نتكلم عن شويه لور لو الناس اللي بتحب اللور، نعمل اي حاجه يعني. ولكن ادينا مستنيين اخر بان فيز او اول بان فيز عشان نبدا البيك. خد بالك انت هتبيك مش هتبان، ما تختارش اي حد وخلاص. اهو اللي انا بقوله، خد بالك. ايوه كده ريكس هاي، يلا يا عم تريستانا اسرع يا شباب، الناس مش عايزين الناس تمل مننا. يلا تريستانا سايون وتصدها ريكساي ونار. ثالث بيك هيكون مورجانا اعتقد مع على بوليت. لا كيتلين، ماشي ماشي ماشي. اكسكيوشنر اصحى، والله صحيين كل الناس لازم تصحى برون. وكان في كده يعني سكن لبروم معموله فان ارت كان اسمها اكسكيوشنر تقريبا، وشكله فيها كده يعني اكسكيوشنر او اللي هو بينفذ حكم الاعدام. ادي اني بان على طول بعد بليدز، والسكن بتاع الدروم لاكسكيوشنر دي يعني يعني كونسبت حلو قوي للناس او الرايت جيمز ان هي تحاول ان هي تاخدها. فاضل اخر بان بورد هنا كمان، انا بعشق بورد دلوقتي الفتره اللي فاتت بلعب بيه، يعني حاجه او بي بصراحه ملوش حل يعني. بس مشكلته ان انت لازم تسيب اللين وتطلع تلم في الفوانيس بتاعتك فالموضوع رخم يعني الموضوع. ويفضل بقى الاي دي كاري بتاعك يفضل بقى يبنج ليك عشان تيجي، انت بتعمل ايه يا عم؟ بلم بس، بتدي له اكس بي، بتدي له مانا، بتخليه يحاول يسستين بالدبليو بتاعته في اللين ان هو بيرمي يعني هيل. دي حاجه يعني تشامبيون متكامل من وجهه نظري. رايز هيكون الماتش اب قصاد انيبوت بأوريليون سول وكين. فعلا اولاف كان ميس كليك او دي سي، ولكن كين هو هيكون الجانجلر. الاثنين جانجلرز هيكونوا هيمتعونا في الجيم ده، هيكون في روم كتير قوي، هيكون في سكيب كتير اكتر يعني. مورجانا قصاد بروم، الماتش اب ده انا بحبه لان انا بلعب بروم، ولما بينزل قدام مورجانا الصراحه ببسط يعني. انا كبروم مش بزعل لان الشيلد بتاعي بيقدر ان هو لو انا لبست الكيو بتاعت مورجانا وانا برفع الشيلد بقدر ان انا اشيل شويه دامج ممكن يتسببها مورجانا عليا. فبالتالي انا بحس بروم يعني حلو. بروم تريستانا كمان احلى واحلى بالباسيف بتاعت بروم. هنشوف دلوقتي نايت فول قصاد وان لاست انفيجن، وخلاص هنبدا ندخل على الجيم. تعالوا نتكلم عن الكومب بشكل عام، او خلونا الاول نتكلم على اوريليان سول ورايز. اوريليان سول ورايز، واعتقد ان اوريليان سول فريق وان لاست انفيجن اختاروا قبل رايز، وانا شايف ان الادفانتج او التميز هنا هيكون لأوريليان سول على رايز. ممكن لو انا غلط ناس تقول لي مفيش مشاكل، ولكن شايف أوريليان سول السكيلينج بتاعه هيكون احسن بكتير من رايز. هيقرف رايز لان رايز كلوز رينج بطريقه رخمه، بس الفارم بتاعه او السي سي ويف كلير بتاعه حلو، ولكن أوريليان سول يقدر ان هو يسكيل على رايز وكمان يرجعه تحت التاور. مش بس ان هو يخلص الويف بتاعته. فشايف ان ماتش اب ده وان انت تختار رايز
بس ممكن هنا اختيار رايز يكون للتيم مش لرايز نفسه. يعني ايه؟ يعني لما انت بتيجي تلعب تيم ورك او بتلعب تيم مع بعضه، مش بتلعب سولو كيو او مش بتلعب لعبك الفردي لوحدك، بيكون البيك بتاعتك مش لازم ان هي تكسب اللين، مش لازم ان هي تكاري. لا، انا ممكن العب عادي برايز، ممكن العب في اللين بتاعي واحاول ان انا اقف قدام ريليون سول، واحاول ان انا اعطله، احاول ان انا اخليه ما اخليهوش يروم كتير، ما اخليهوش يسيب اللين، وفي نفس الوقت انا عندي بوت لين بيكسب او توب لين بيكسب. هي دي الفكره. ممكن استنى جانك من كين، مفيش اي مشاكل. بس برضو يعني اللي انا مستغربه شويه ان انا ممكن اختار رايز بعد ما شفت ريليون سول قدامي. هي دي الفكره. كده احنا تقريبا اتكلمنا عن معظم الكومبس الموجوده، وقدامنا دقيقه و25 ثانيه او 24 ثانيه ان احنا نبدا الجيم باذن الله، ونشوف بقى الكلام ده على ارض الواقع. وهنشوف كل تيم عنده ايه يقدمه، كل واحد عنده ايه يبدا بيه. مستني اشوف يعني جيم قوي. تريستانا سايون بروم، تخيلوا سايون بروم كده الالتيميت بتاعت الاثنين، تخيلوا نار يعني مع ريليون سول. طبعا لو اني بوت بيلعب بيه زي ما انا بتخيل كده، لان انا صراحه ما شفتوش قبل كده بيلعب ريليون سول، يعني جهل مني، ولكن ما شفتش اني بوت قبل كده بيلعب ريليون سول، فمستني اشوف ريليون سول بتاعه هيكون عامل ازاي. محسن على مورجانا، عارفين محسن وعارفين بوليت، هنشوف برضو ايه اللي هيتم. فريق وان لاست انفيشن محدش يعني يقدر يستهين بيه، وانا شايف ان هو ميد لين اهيد على رايز من رأي المتواضع. مورجانا كيتلين هيقدروا يعني يلعبوا باسيف وهيقدروا يلعبوا اجريسيف، وتريستانا وبروم يقدروا يعملوا الاثنين برضو. يعني بروم يقدر يسيف تريستانا يعني ان هي تفارم براحتها، وفي نفس الوقت مورجانا وكيتلين يقدروا يلعبوا باسيف، وتقدر مورجانا ان هي تبوك بس من بعيد بالكيو بتاعتها، وتقدر تخلي كيتلين ان هي تفارم، وفي نفس الوقت تقدر برضو انها تخليها تلعب اجريسيف وتخليها ان هي تكسب اللين وتبدا تلعب اجريسيف على تريستانا وبروم. دلوقتي خلاص احنا داخلين الماتش، هنطلع اعلان سريع ونرجع لكم تاني ان شاء الله. Playing Counter-Strike at a top level, having in-game audio that is good is essential for my team and myself. Hearing certain sound cues in-game is important information that my team can use to win the round. Playing the role in aggressive left on certain maps, I rely on having a good sound card so I never miss a closer. Playing with the creative sound software that comes with this motherboard, I found some presets that make PUBG sound better than default. What's your favorite game other than CS? League of Legends, probably. رجعنا لكم تاني مع الجيم وان لاست انفيجن قصاد فريق نايت فول. قدامنا دلوقتي كل حاجة، يعني بيلعب ريليان سول بفيز رش، بتلعب مورجانا بسامون اري، بتلعب كيتلين بفليت فوت وورك، برضو نار بيلعب بفليت فوت وورك، وبدأنا نشوف عليه الفترة اللي فاتت. احنا هو متعودين ان هو بيلعب بسامون اري او اركين كوميت، ولكن هنا بينزل بفليت فوت وورك، بتديله برضو موفمنت سبيد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. ريكساي بينزل بالكتروكيوت عشان يعني يبدا يعني وان شوت زي ما هو عايز، يبدا الجانكس بتاعته فعلا افكتيف على الانمي تيم. قصاده كين بيلعب برضو بالالكتروكيوت، قصاده فيز رش من رايز، والاثنين هنا بيلعبوا فيز رش هتفيدهم كتير اكتر من مجرد ان انت تلعب بسامن اري. هو رايز محتاج حاجه زي كده. بروم بيلعب جارديان،
وساين بيلعب جراسب اوف داندينج عشان تديله زي ما احنا قلنا وكلمنا ان هو محتاج قدام نار انه يقدر يسستين اللين على قد ما يقدر، يقدر يلعب كويس ويقدر ما يبقاش عنده اي مشاكل وهو في التوب لين، لان عارف ان النار هيبوك عليه كتير هيضايقه كتير، وبالتالي محتاج حاجه زي جراسب اوف داندينج. تريسانا بالفليت فوت ورك برضو هتكون قادرة ان هي تماتشب قدام كيتلين. بص الخمسة هنا رايحين بوت لين مفيش اي مشاكل، لقينا حد هنزعله ما لقيناش حد هنعمل تي بي ونرجع توب لين وبوت لين وميد لين تاني. برضو فريق يعني نايت فول كل واقف بوش واحدة ومستنين، دول واقفين هنا ودول واقفين هنا ومحدش شايف التاني. ورد لو اترمت هنا بص بيتحركوا ازاي، هنا دول بيتحركوا على الريد وهنا دول بيتحركوا على البلو، وهنشوف ايه اللي هيحصل. لو في حد معانا على تويتش كلمنا وقلنا انت بتفرج علينا ولا لا. هم دلوقتي لفوا ومش لاقيين حد، بينجز هنا وهناك ومفيش حد موجود وراجعين تاني، ولكن ممكن يرجعوا من نفس الطريق. شكل اوريلوس يقول يخوف والله في التجميعة دي لوحدها، ولكن هنا ورد وخلاص شافوهم وهنشوف هيعملوا ايه. هنا السايون على طول كيو على يعني مورجانا، ولا كان في اركين كوميت كان هيمشي، كلهم بيبداوا يعني ياخدوا بالهم شويه من اي حته، ولكن هنا الورد هنا هي اللي فادت شويه فريق نايت فول ان هم شافوا وان لاست انفيجن على الريد عندهم، وبالتالي خلاص كل واحد بيبدا يرجع مكانه. ولكن في تاخير شويه، في تاخير شويه على المينيون ويف بالنسبه للتوب لين، ولكن الاثنين كده كده يمكن نار هو اللي سابق ساين دلوقتي. ريكساي بيخلص الريد باف، وبص هنا بقى ريليان سول واللي انا بقول لكم عليه ان هيبقى فيه رخامه بشكل كبير على رايز. كين هنا بيخلص البلو بتاعه وكل واحد بيطلع على اللين بتاعته. هنا نار سابق بثلاثه فورم، تريسانا بتلحق لها اثنين فورم من اول ثلاثه، وبيبدا الجيم. او سنيكي بدأنا الجيم، يعني كيتلين كده كانت عايز تدي الضربه الاخيره بتاعتها دي في وش تريسانا، ولكن يعني بروم واقف وخلاها تبعد. بص هنا ده اللي احنا بنقول عليه، بص هتبدا مورجانا ان هي تضايق تريسانا مع بروم بالكيو بتاعتها كيو. بص هنا برضو نار وريليون سول ايه اللي مطلعه هنا، كماشه وريكساي ليفل 3 وادي الفيرست بلاد وكل يبعد عنه عشان الباسيف الرخمه بتاعته. ادي ريكساي اللي بقول لكم عليه ليفل 3 على طول بيبدا يتحرك، ولكن اوريليون سول هنا هو اللي كان مخلص الويف بتاعته واتجه على طول. اوه فلاش من برام عشان يحرق نفسه، لكن تريسانا على طول بتلاند ليه فلاش وكيتلين وان هيت خلاص مع السلامة. مورجانا لو قدرت تخبطها كيو هتزعلها، ولكن بتلاند عليها الكيو مورجانا وممكن تكون في خطر، بتفلاش على طول من بروم عشان لمسة تانية كان هيبقى الباس بتاعته. بص ريكساي طلع تاني على ساين، ساين في مشكلة كبيرة بالميجا نار بيفلاش، ولكن ريكساي على طول بيفلاش عليه ومع السلامة تاني. كان ريكساي 2-0 ليه ريكساي على ساين ويبعد عنه كين. هنا مش شايف كين ولا ايه، في مشكلة ولكن واو انا شفت دلوقتي فلاش من كين بيطير في الهواء من غير ولا لازمه، ولكن يعني سايون هو اللي بيقدر يسكير لنفسه الكل. كين هنا يعني فلاش ويستد بشكل كبير، ولكن مش مشكله ريليون سول هو اللي ممكن يكون في مشكله. وادي كين وادي ستون بس ما لحقتش تحت الترت عشان يرجع كين زي ما كان. الموضوع هنا قوي، الماتش بادئ يكون قوي وهنستمتع، هنستمتع اكيد ان شاء الله. 2-2 يعني لاست انفيجن. وادي هنا بتلبس على طول تراب وكيوب بتاعت مورجانا ما لندتش، نزلت على المنيا على طول، ولكن بتاخد هتايه من التارت وهتايه من برام وبترجع تاني. لو كان المينيون ده مش موجود كانت تريسانا هتكون في مشكله حقيقيه فعلا لو ده حصل. وادي اللي بنقول عليه ساين قدر ان هو يعني يعوض شويه معنويا التو ديثس اللي حصلت عليه والكلتين اللي تاخد عليه، ولكن بيهايند جدا في الفارم، 7 فارم قدام جنار 23 فارم. نار قادر ان هو يسستين قدام ساين، ولكن ساين المفروض ان هو يعني هيقدر يكون موجود في اللين بشكل احسن لولا الهجمات بتاعت ريكساي. كين دلوقتي 24 فارم بياخد الكنترول وورد وبيجيب له اول حتايه
في ايتميت الجنجلر على طول. بص ساين هنا الاي بتاعته هو ماكس الاي اعتقد بيبدا يماكس. لا بيماكس لا ده النار هو الماكس الكيو بتاعته. وادي نار وادي ريلانسور تاني مش ممكن يا راجل مش ممكن يا راجل. وادي ستون تاني على يعني اوه ميجا نار بيسكيور نفس الكيل على طول. بص ريلانسور ما عندوش اي مشاكل رايز مختفي تماما من الجيم. ريلانسور قادر ان هو يلعب عليه. بص ريلانسور هنا اهد بالفارم 32 فارم ل 26 فارم على رايز وبيقدر يروم ومعاه تو اسيست وقادر ان هو ما يكونش في اللين بس بتاعه. وادي الكيو بتاعت مورجانا على طول يعني بيدوج على الكيو بتاعت مورجانا ويبدا يرجع ورا تريستان عشان تحاول. بص بص هنا رايز هنا مشكله كبيره ولكن ممكن يلاند دامج قوي لكن اوريون سول معاه المينيونز ويف بتاعته قادر ان هو يتحامى فيها براحته والرينج بتاعه عالي. ولكن شايفين عامل ايه في رايز. ادي كيو ثانيه بتلاند من مورجانا في الهواء. وعايزين نقول ان كمورجانا كبلاير مورجانا حاول ان انت ما تلعبش الكيو بتاعته يعني في بداية الماتش بتحاولش ان انت تمس كيوهات كتير عشان. ولكن هنا كين ولكن ريكساي موجود في المكان المناسب على طول بالالكتريكيوت باللي على كين مع السلامة. ولكن بوت ساين على طول يعني اوريليان سول بيلحق يعني ريكساي. وادي هنا رايز ممكن يكون في مشكلة الباس بتاعت اوه اني بوت. ولكن بص هنا الدبليو على طول من برام بيلحق نفسه من الكيو بتاعت مورجانا. مورجانا متضايق جدا مش قادر يلاند ولا كيو صح يمكن من بداية الجيم غير الكيو اللي كان على تريستانا. ولكن تريستانا قادر ان هو يعرف يماتش الفورم بتاع كيتلين نوعا ما 40 فورم 43 فورم. ولكن كين هنا هو اللي اتعمل عليه كان ماشي. ريكساي متواجد في كل مكان. بص الكيوات مش ممكن الكيوات بتاعت مورجانا بريدكتبل جدا. قادر تريستانا وقادر برام ان هو يساد ستاب عليها وما فيش اي مشكله خالص. ولكن الناحيه الثانيه تريستانا قادره ان هي تفارم كويس تحت التاور ما عندهاش مشاكل. لو بصينا على السكور فيجن عندنا وارد او كنترول وارد في الريفر لفريق وان لاست انفيجن. بص هنا نار على طول بيستان سايون اهو بيرجعه لورا مش ممكن. ولكن سايون سو تانكي مش هيقدر يعمل له حاجه. ولكن هو عايز سايون يرجع شويه يرجع للتاور عشان يعرف يفارم 44 فارم هنا لاوريليان سول على رايز بيديله هنا الستون على طول والباس بتاعته بتديله السكيل الحلو انه يقدر يزعل ويرجع رايز يقف تحت اللين بتاعه وما يكونش عنده اي مشاكل خالص. الناحيه الثانيه هنشوف رايز هيكون رده ايه. رايز هيكون رده اكيد بالالتيميت بتاعته هي اللي هتقدر تخليه ليت جيم ان هو يساعد التيم بتاعه ان هو يحاول يستيل بارن يستيل دريك يعمل روم. ولكن هنا بص الانسول تاني بيدخل وانا شايف تو انجيجز 3 على 2 تريستان على طول بيفلاش. ولكن دريكساي مش ممكن. مورجانا بتحاول تعمل اللي ما يعمل على طول ولكن هنا بتطير مع السلامه. ريكساي بياخد كيل على برام مورجانا على كين ونار فوق بيخلص ساين لوحده مفيش اي مشاكل خالص. هنا مورجانا بترجع بدبل كيل على طول وبترجع يعني بترجعنا في الكلام وتقول لنا ادي الكيو بتاعتي على طول على تريستانا ان هي بوز. ولكن مورجانا بتلحق ان هي تلاند الكيو على تريستانا عشان يبقى 3 كيل او دبل كيل لمورجانا و 3 كيل بوت لين مع كلايه في التوب لين على ساين بمساعده ريليان سول فوق معاه كيل ومعاه هو معاه كيل على رايز ومعاه 4 اسيست على ساين. ساين يعني غلبان ميت 4 مرات وقاتل مره واحده. البوز ده هنشوف ايه اللي حصل في مشاكل وهنشوف ان شاء الله تتحلى باسرع وقت. ممكن واحد ديسكونكتد ريزومينج الجيم 3 2 1 وهنبدا. كنت لسه بركز ولسه بقول ساين يعني ولسه هركز في الفايت اللي هيحصل. ولكن لقيت على طول البوت لين هو اللي فيه معجنه كبيره. بص هنا اوريليان سول قادر ان هو يعني يضايق رايز. بص 55 فارم ل 48 فارم
بيك رايز ما كانتش حلوه بالنسبه لي قدام اوريلين سول، ورغم ان انت شايف اوريلين سول قدامك، ولكن هل ممكن رايز يرد عليا؟ ممكن رايز، احنا بنشوف الدامج بتاع رايز على الايدي كاري بيكون قوي، الدامج على رايز على التانكس ليد جيم بيكون قوي، ما فيهوش اي كلام خالص. كين المرتين اللي ظهر فيهم يا عيني بيموت كين، ولكن مش معيار، احنا لسه في الدقيقه 9. ولكن هنا بص هنا على الفورم، الفارم هنا 20 فارم، 20 سي اس لساين قدام 61 فارم النار. انا مش هقدر اتكلم، بس اللي مساعد نار في كده هو ريكساي 4-1-2. بص هنا الفرق بين كيو برام والالت بتاعت برام على طول لقب كيتلين، وادي ليه بتاعت روسانا عايزه تيجي، كين كمان موجود ومورجانا في خطر بتفلاش على طول، ولكن كين على طول السم تحت التاور مع السلامه، كين بيفلاش تاني وراها يا راجل بتعمل ايه، ولكن كيتلين على طول بتجيب كين، وادي بص روسانا على 1 اتش بي بتهرب من كيتلين، وممكن الت هنا من كيتلين، ولكن ريسول موجود مع السلامه، كيتلين بتجيب روسانا، وادي ادي تريبل كيل، ولكن انا اوفيشال بتجيب كين الاول وبعد كده بتجيب دبل كيل على بروم تريسانا. اوريليان سول قادر ان هو يزعل فريق يعني نايت فول، قادر ان هو يضايقهم. رايز تي في بسرعه اول ما لقى ان ريكساي توب لين، مش عارف، انا حاسس ان انت تفضل في اللين بتاعك لان ساين كده كده خلاص، يعني ساين كده كده النار هيعمل فيه اكتر من اللي عامله، لكن بص انت ايه اللي حصل، فلاش على طول من ريكساي على ستان من اورين سول مع السلامه، ممكن يهرب ولا ايه، وان اوتو على رايز هيجيبه اورين سول، برافو والله، يعني الاثنين دول ما لهمش حل، ريكساي مع اورين سول. ادي كينو ممكن يلبس كيو من مورجانا تزعله جدا، ولكن سامن اري على طول بتطير عليه بعد ما رجع تاني على الدبليو بتاعتها. تريسانا في موقف حرج، ولكن 1-2، ولكن بيهايند سي 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 اس اسف شويه. ادي هنا 3 توب لين على طول عايزين يجيبوا الفيرست تاور والجولد الجميل بتاع الفيرست تاور عشان يقدروا يمسكوا الجيم. بص الجولد ديفرنس عامل ازاي، الفرق في الجولد بين الاثنين، وادي التاور بتاع التوب لين بدا يروح، ولكن على اخر يا راجل يعني هتايا وساين رجع، مفيش متابعه، مفيش جانك حلوه اتعملت لساين توب لين، ولكن انا شايف برضو ان ده صح. ايه الافكتنج بتاعه رايز هنا؟ بيتضايق وبيزعل قوي، وادي نار، وادي اللي قلت لكم عليه على طول ان الكيو بتاعت ساين هتضايقه جدا، هتزعله، وانا شايف ان ساين هنا كان ممكن يلعب اركين كوميد بشكل احسن. ادي رايز وادي كان ماشي، برام بدا يطلع كيو على طول بتلاند باسف، ولكن الفلاش جاهز من اورين سول، برام على طول الت فلاش الت على طول عليه، ولكن رايز هنا يقدر يجيبه، يلا بس بقى كمان والرابعه على طول، رايز على طول برافو بيجيب رابع اواخر هتاية على اورين سول، وبيروح اورين سول بتاني كلاية ساين هنا كمان بريكساي، ولكن برام بدا يتحرك، بص ادي كمان كام واحده، ولكن ريكساي بيحاول يجري، اوه بيهرب، واو 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 واو، ولكن هتروح فين من رايز كمان، اوتو كمان والله ولا كيو هتجيبك، ادي الالت بتاعت مورجانا، ولكن برام ممكن يهرب ما يهربش على الالت بتاعت مورجانا، كينا هنا بيدفش على طول، برافو مورجانا بدا ان هو يتحرك شمال ويمين، وادي هنا رايز بص الدمج عليه على طول، التمت من كاتل، واو والكيو بتاعت مورجانا مش ممكن، نار دبل كيل على رايز، واو 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 مورجانا، شكرا شكرا للكيوز بتاعتك، وبدات ترد عليا بقوه وتقول ان فعلا الكيو بتاعتي قادره ان هي تشوف من بين الحيطه يا باشا، ما عنديش اي مشكله، وادي الفيرست ستار بتاع التوب لين 17 كيل لاربعه في ماتش بنتكلم في 13 دقيقه، وادي ريفت هيرال دلوقتي هيروح كمان مع فريق وان لاست انفيجن، ومحسن عامل شغل حلو، وادي الكيوب بتاعته على الريف، وادي هنا يعني وان مور اوبجيكتيف قوي ومهم جدا جدا لفريق وان لاست انفيجن، هيخلوهم يكليروا كمان ميدلين تورت. بص هنا ريكساي بيكنسل تليبورت بتاع تريسانا بيرجعها تحت التاور، ما تقفيش هنا يا ماما تعملي، ولكن برام هنا بيوارد، ريلينسول كان موجود كان بيحاول ياخد البلو، لكن كين هنا بقى
يا جماعة ليه دور كبير قوي. ايه الدور بتاع كين؟ ان هو مش موجود. كين مش موجود. كين هنا مجرد ان هو بيدخل اي فايت يموت ويطلع. ولكن نستنى نشوف برضو هيفكر في ايه. انا السكان دي الصراحة ما شفتهاش كتير فمش عارف، بس اعتقد ان هو لسه ما جابش الشادو اساسن بتاعه او الداركن. وبص هنا الكريتيكال من كيتلين على يعني الشامس بشكل عام. بص هنا كيو من مورجانا ستات ساين، ولكن ستات انكي ان انت تدخل تضيف عشان تركز على ساين بروم هنا، ولكن مع السلامه. الميد تارت كمان تاني تارت او تالت تارت لفريق وان لاست انفيجن عشان يبداوا يكونترولوا الماب بشكل افظع من اللي هم كانوا يعني عاملين كنترول عليه ده من بدايه الجيم من ليفل 3، وهو الكنترولينج على الماب. كين هنا على طول بيضايق نار، ولكن نار يقدر يهرب قدام 3-1 هنشوف. لكن ريكساي جاي ادي الكيو، ولكن بيستلموه في الكيو هالتمت من برام على طول. ساين قادر ان هو يلعب، ولكن برام هو اللي بيروح في الباي باي. ساين معهوش حد يساعده، وكين بيفلاش ولكن مش هيروح في حته من ريكساي، لا هيقدر يهرب المره دي واعفاء مؤقت من العقوبه على كين. ولكن ساين هنا انا شايف ان هو يعني لا حول له ولا قوه، على قد ما بيقدر يلعب فلاش على طول من تريسانا عشان يبعد عن الدمج اللي هنشوفه دلوقتي بيلاند، والكريتيكال اللي هنشوفه بيلاند من كيتلين على البلايرز عموما. هنشوف دلوقتي كيتلين بتعمل ازاي. يا ساتر يا رب الضربه الباسف بتاعتها دي يعني ملهاش حل. ولكن بص هنا محسن رجع تاني بالكيوز بتاعته. بص هنا واو شادو اساسن كين اعتقد بشكل كبير، ولكن لبس هنا الكيو وهنا هيروح في الباي باي بعد ما كان بيلاند دامج جود لايك نار على طول. تريسانا بتقفش ريك ساين مع السلامه تريسانا، ولكن هنا بروم بيحاول ان هو يجري بالدبليو، ساين واقف بيحاول، ولكن هنا ميجا نار بيستعد 3 او ماي جاد، ولكن كيتلين هنا بتستعد من ورا. ادي هتايه الثانيه رايز بيحاول يدخل اني بوت مش سايب حد على طول يريلي سول مش ممكن. ساين في الباي باي مع السلامه انت كمان من ريليان سول. وادي رايز هنا ما تجابش ساين رايز اسف، وتريستانا قادر ان هو يرجع ويبعد شويه. لسه تو كيلز اللي كانت موجوده عليه، ولكن وان لاست انفيجن خلاص يعني بيخلصوا الجيم مع السلامه. ادي التور بتاع الانهيبتور بتاع الميد لين 6 تاورز لفريق وان لاست انفيجن. نايت فول مش قادر يعمل حاجه، لا حول له ولا قوه. بكايت كين عايزه مراجعه قويه قوي. بكايت كين دي بكايه مش قويه او ما بانتش قوتها دلوقتي. قصادها رايز واللي انا بحمله وماليش حق ان انا احمله، لكن كمعلق بحاول ان انا اشرح واقول له ان انت تستحمل شويه البكايه دي بعد ما شفت الريليون سول قدامك، ان انت تقول ان البيك دي كانت غلط. نايت فول بيبدا يتحرك يكلير ووردز، يحاول يتمالك على قد ما يقدر. معاه رايز ليد جيم نوعا ما، معاه كين ليد جيم، معاه سايون بعد ليد جيم برضه هيكون سو تانكي، تريسانا اكيد ليد جيم، ولكن نار هنا جاد لايك 7-0 نار هيبدا سبريد بوش، هيبدا يزعلهم، تيم فايت هيضايقهم تقريبا. انا لغايه دلوقتي مش عارف انا غلطان ولا لا، بس انا ما يعني حتى ساين لما استخدم الالتيم بتاعته انا لسه ما شفتهاش او لسه ما خدتش بالي منها. ساين المفروض يعني الالتيم بتاعته دي يعني نحسها بشكل كبير، ولكن انا على طول بص كين بدا يبقى موجود، ولكن واحد زي ريليون سول جاهز على طول بالفلاش. بص على طول هنا، ولكن تريسانا حطاف مشكله الاي بتاعتها. برون بيحاول يجري، ممكن يديله التي بتمس القطع على طول، وادي كيو كمان بتمس مش ممكن. الي بوت انت مالكش حل يا راجل، مالكش حل. الي بوت بيسايد ستاب التيمت برون مع الكيو وبيحاول يرجع، ولكن دلوقتي هم اللي عليهم الكره. وادي ريك ساي بيدخل بفلاش بروم على طول، ولكن هو بيروح بفلاش على كين. كين بيالتمت عليه، ترسانه موجوده، ريك ساي في هو اللي في مشكله، ممكن هو اللي يطير، ولكن ريك ساي هيعمل ايه؟ مش ممكن بيجي ترسانه عليه كين، هو اللي هياخد الكل، ولكن بروم هو اللي بياخد الكل على ريك ساي. وادي ريلين سول
one more hit وبراون هيكون مع السلامة. ايه اللي هيحصل؟ اوه مع السلامة. ميجا نار بفلاش من جوه ريديمشن بتاعته على طول. يا راجل بتفلاش من جوه ريديمشن يا مفتري ياسي، ولكن رايز اكيد كان وراه وهو خلاص كان اوتو تانية. بص هنا رايز على طول، ولكن الاي بتاعت مورجان على طول الشيلد بتاعها بيحمي كيتلين من عقوبة مؤقتة من رايز اللي كان ممكن يديليت كيتلين حاليا، ولكن تيليبورت التلاتة عشان يرجعوا. جيم 19 دقيقة واللحظة دي هي اللي انا مستنيها، لحظة فايت البارن. 12 11 10 ثواني على البارن، وادي كين هنا مش مبطل رومينج يمين وشمال وما تاخدش الريد بتاعتي، بيدخل على رين سول على طول بيرجعهم لورا وبيقدر يهرب، ولكن التيميت من رايز هنا هو ده اللي انا مستنيه على طول. هيعمل ايه؟ ممكن رايز معهوش فلاش، لو معاه فلاش كان ادى الكومب بتاعه فلاش، ولكن هنا رين سول برام هنا بيضيع الكيو بتاعت قصاد الكيو بتاعت مورجانا، ممكن هنا نايت فول يكونوا في مشكله. ادي برام هو اللي في مشكله، التيميت مورجانا مع السلامه. هاني بوت بياخد على برام، وادي هنا رايز بيطير هو كمان من ريكساي. كين مش قادر يعمل حاجه لوحده، بيفلاش عند الكراجز عشان يهرب، ولكن بص هنا ريكساي برافو عليك يا ابني، التيميت على كين عشان ياخد الكل ونار ياخد اسيست. الجيم وان لاست انفيشن بيسيطر على الجيم بالطول والعرض. لا رومينج نافع، دقيقة 20 بيبدأوا يستارتوا البارن. خلاص اثنين او ثلاثة من فريق نايت فول ميتين، بارن فور فري لفريق وان لاست انفيشن. ايه اللي انتم محتاجينه تاني مش عارف عشان تخلصوا الجيم؟ ثلاثة بيركولو، مورجانا، النار، ريكساي، ونبدأ نهدي الريتم شوية لغاية ما نشوف ايه اللي هيحصل. بص هنا السايون جايب ثور ميل عشان يحاول يقلل الدمج اللي بيتعمل عليه، يحاول ان هو راجل واحد تمانية يا عيني، مفيش اي يعني دم عند الناس اللي قصاده ان هم يعني بالراحة عليه شوية، ولكن الراجل بيحاول يعمل اللي هو يقدر عليه، محدش برضه قادر يساعده. كين مش موجود في الجيم غالبا، مش شايفينه في الجيم. بكايت رايز لغايه دلوقتي ما اثبتتش فعاليتها، ما اثبتتش ان هي كانت بتكايل حاجه على طول. كيتلين هنا هتطير، ولكن كين بيغير رايه وبيرجع على طول. وادي بدانا البارون باف، البارون اللي اصلا واخده باف اصلا هي لوحدها. ادي بروم على طول بياخد الكيو بتاعت كيتلين بعد ما خد الكيو بتاعت مورجانا. وادي الانهبيتور كمان هتروح. ويا جماعه عايزين نعمل هونر. اوه التيميت بين برام، بص التيميت ساين هنا هي اللي مستنيينها. اوه والريديمشن بتترمي لفريق وان لاست انفيجن، ولكن هنا تريستانا مش ممكن يا راجل، عمال يعمل دامج عالي جدا، ولكن هنا بيتقلب الطاوله، ولكن ريلين سول ياخد رايز مع السلامه. ساين بيطير مع السلامه، وتريستانا قبلهم باي باي. وادي الانهبيتور لفريق وان لاست انفيجن، فلاش ضرب مورجانا بتهزر وبتدي فلاش بعد نايت فول ما عملوا سرندر واخيرا استوعبوا دقيقه 22 بعد 33 قصاد 7 كيلات بفرق 12 22000 جولد، بفرق خبره، بفرق ماب اويرنس عالي، بفرق ريلين سول اللي قدر ان هو يروم مره واثنين وثلاثه واربعه توب لين، بقلة خبرة سايون ان هو مش قادر يوارد كويس، مش قادر يعني يحمي نفسه كويس، وان كان معذور نوعا ما، معذور مفيش اي مشاكل، معهوش جانجلر. كين هنا لازم يبدأ يلعب على بكاية اقوى من كده. رايز كان شايف اوريليان سول اول ما اختار، كان المفروض يختار حاجة تقدر تماتش السكيل بتاع اوريليان سول، ف دي غلطات ممكن نايت فول يبدا يتداركها شويه. ولكن وان لاست انفيجن ورانا ماتش ملوش حل، ورانا دومينيتنج للجيم ملوش حل. هنشوف ايه اللي هيحصل، مش عارف اتكلم اقول ايه على الماتش ده، ولكن انا استمتعت جدا واتمنى الناس كلها استمتعت بالماتش ده فعلا.
جيم 2 المفروض نايت فول يبداوا يعني يركزوا بقى شويه معاهم الفيرست بيك معاهم يعني رؤيه للفريق وان لاست انفيجن لعبوا ازاي معاهم رؤيه للجنجلر ريكساي لعب ازاي اكيد ده هيكون بان ممكن نشوفه بشكل كبير نايت فول هنشوف ممكن ريليان سول على اني بوت هنشوفه برده ملغي من الجيم بعد اللي هم بعد الاثنين دول عملوه نايت فول دلوقتي المفروض يركزوا تركيز كبير في جانجلر يكون ممكن نقول تانكي اكتر ممكن يروحوا لسجواني ممكن يروحوا لجارفن ليه لان فريق وان لاست انفيجن بيلعبوا على تيم فايت وبعد كده الاوبجكتيفز يعني ايه يعني هنخش نخلص 2 3 4 منهم وبعد كده ناخد التارت هنخش نخلص الفايت وبعد كده نروح ناخد البارن مش هنفايت عند البارن هنروح ناخد الساين وبعد كده ناخد التارت بتاع التوب لين فهما بيركزوا كل تركيزهم تيم فايت فعشان اقدر اكسب تيم فايت كنا مفروض نشوف كين نوعا ما بتشامبيون تانكي شويه تانكي شويه زي سجواني تانكي شويه زي جارفن كنا مفروض ولكن سجواني كانت باند اعتقد الجيم اللي فات ولكن هم اللي كانوا نفسهم عاملين لها بان فاعتقد ان احنا محتاجين نشوف البوت ليه ما كانش وحش خالص تريستانا برام ما كانوش وحشين خالص تريستانا قدرت ان هي تماتش الفارم بتاع كيتلي لفتره طويله مورجانا يعني المس كيو بتاعتها كتير قوي كانت سامحه لها ان هي تعمل كده قصادها برام كان قادر ان هو يلاند كيو كان قادر ان هو يلعب التيميت كويسه كان قادر ان هو يلعب جيمز كويسه مع تريستانا وكان يقدر ان هو يكون فرق كبير في الجيم خصوصا لما بدا يتحرك كمان على الميد لين يعني لما شفنا بروم طلع الميد لين وبيحاول يساعد رايز شفنا خطوره شفنا كل فبالتالي وجود بروم كان حاجه قويه تريستانا في الليد جيم كان قويه كانت عامله مشاكل كيتلين كانت بتبقى في مشكله وفي ازمه كبيره جدا لو تريستانا فعلا دخل عليها بالفول كومب بتاعه فبالتالي مستني نايت فول يعني يركزوا ويكون للجيم ده احسن ما نشوفش 33 كل 7 كل تاني من وان لاست انفيجن المفروض نشوف نايت فول بيردوا رد قوي بيردوا في بيكس كويسه بيردوا في بانز كويسه ودخلنا على جيم 2 على طول عشان ما نتاخرش ادي اوريان سول بان مع ركان وقدامه دريفن من فريق وان لاست انفيجن فريق وان لاست انفيجن هيكون هو اللي على ايدنا اليمين بيبيك ويبان وفريق نايت فول هيكون على ايدنا الشمال اوريان سول من فريق نايت فول بيروح على طول وهو ده بان طبيعي جدا لفريق نايت فول ان هو يشيل كاترينا هنا بتطير من فريق وان لاست انفيجن بيبانوها واضح ان هم عارفين ان كاترينا بتاعت رايز اللي هو الجيم اللي فات رخمه شويه برام هنا بيطير هو كمان وان لاست انفيجن عايزين اسف نايت فول عايزين يطيروا الكومب القوي بتاع وان لاست انفيجن ولكن هنا وان لاست انفيجن البانز بتاعته محدده واضح ان هم متارجتين ناس معينه من فريق نايت فول عشان يمنعوهم شويه من الجيم ولكن هنا مستغرب ان اكسكيوشنر هو اللي بان بروم فمش عارف هو بيفكر في ايه ادي الفيرست بيك موجوده مع فريق نايت فول وادي جراجس ايوه هو ده اللي احنا عايزينه جراجس مفيش اي مشاكل هنشوف الرد قصاده هيكون بمين خاليو دلوقتي بيبيك جراجس طبعا لو الراجل ده بيلعب بيه صح ده هيورينا ماتش مالوش حل كيتلين هنا على وان لاست انفيجن لتاني مرة هنشوف كيتلين بتاعته كانت قوية البوزيشننج بتاعه كان حلو الكيوز بتاعته كانت حلو واو 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 بليز محسن العب برد يس انا عايز اشوف برد بقى من محترف عشان انا نوب ولازم اتفرج على برد عشان عشان بترول على الناس كتير وبدي ألتيميت على اصحابي بدل ما اديها على الانمي تيم وحاجات كده غريبه يعني بس جينكس هنا احنا هنشوف ماتش قوي احنا هنشوف ماتش قوي بجينكس هنا وصاد كيتلين واو حلو 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 جينكس الفتره الاخيره سفاحه جينكس لولو سفاحه ب براحه بريحيه لولو هنا
تدخل جينكس براحتها تخلص التيم فايت كله وتخرجها بالتيميت وتخرجها بشيلد وتخرجها بحاجات كتير جدا من جوه الفايت لو في اي مشاكل. ولكن بارد هنا او بي والناس يمكن مش واخده بالها منه الفتره اللي فاتت او بي جدا. ممكن نشوفه هيلعب بحاجتين يا اما الكتريكيوت اعتقد او سامن اري. انا بلعب بالكتريكيوت. اولاف هنا هو الاختيار لوان لاست انفيجن كجانجلر مع ان مفيش بان لريكساي. هنشوف يا اولاف هتندم على البيك دي ولا لا, او ممكن يكون فعلا برضه عملها زي المره اللي فاتت وخد اولاف عشان لا ده كان نايت فول هو اللي خد اولاف وبدله كين. فهنا مفروض اولاف هنشوفك هتندم على ان انت ما خدتش ريكساي تاني ولا لا. اول بان هيكون لفريق وان لاست انفيجن هو جاكس او ساي جاكس. وساي جاكس عشان اخر شامبيون نزل اللي هو كايسا. كايسا دي اللي هي نزلت اللي هي من الفويد. الفويد ده بعد تاني في العالم بتاع ليج اوف ليجند اللي هو جاي منه تشوغاس وريكساي هي فويد بورن وكل الحاجات دي كلها. الفويد دي طلعت من مكان في مدينة اسمها شوريما او قارة اسمها شوريما. المكان ده اسمه إيكاسيا. إيكاسيا دي حصلت عندها معركة وكان جاكس او ساي جاكس كان هو احد افراد المعركة اللي جيش إيكاسيا قدام شوريما. وفي اليوم ده اتولد الفويد او حفرة الفويد اللي طلع منها فهو اسمه ساي جاكس وده اسمه الحقيقي وبيحب البيض المسلوق. ولكن نرجع تاني للجيم. سايون هنا بيبان على طول ونار الناحية التانية بان من فريق نايت فول عشان جيس اخر بان خالص هنشوفه. وادي كده خمسة بانز قصادنا ونبدأ فيز 2 من البيك ونشوف ايه اللي هيتم. الكومبس لغاية دلوقتي قوية ولكن شايفها في صالح نايت فول نوعا ما معاهم جراجس جينكس لولو. ولكن توب لين كليد كليد هنا حلو. كليد من الشامبيونز الميكانيكس العاليه جدا. لو انت بتعرف تلعب بيه مفيش اي حاجه تقدر تقف قصادك بمعنى الكلمه. قصادك بقى اي حد لو لاند الستان بتاعته عليك الرخمه دي مش فاكر هي الاي ولا ايه بتزعل. ولكن هنا ارجوك لا ياسو في الجيم لنايت فول. ليه عملت كده ياسو؟ حاجه من اتنين, يا تكسب بيه ونقول عليك ان انت بيست ياسو ايفر, يا اما تخسر بيه ونقول عليك ليه اخترت ياسو. اريليا هنا الهوفر عليها قدام كليد. هنشوف اريليا اختيارها هيكون الاخير. الهوفر هنا 4 3 2 1 واريليا بيكد لفريق نايت فول قصاد كليد. اخر بكاية خالص هتكون لفريق وان لاست انفيجن, هتكون الانيبوت بالميد لينر بتاعه قصاد ياسو. هنشوف هيختار ايه. ممكن يروح لكاسادن. انا عارف ان كاسادن يعني بيكاونتر ياسو بطريقه فظيعه وشايف ان دي هتكون فرصه حلوه. ولكن هنشوف انيبوت رايه ايه, هيختار مين. وزيرو ده هل في بليس هولدر؟ طيب ماشي. احنا هنا ممكن نتكلم عن كذا حاجة. انا تراندل ما اعرفش بيلعب ميد ولا شفته مرتين بس. هل مختاره عشان ياسو؟ هل ماشي تراندل قوي كده. احنا ما عندناش تقريبا اي بي تشامب في الجيم لكل الفريقين. يعني عندنا جراجس بس جراجس ما بيلعبش اي بي لو هو جانجلر. عندنا بارد وبارد عنده سكيل اي بي ولكن برضو مش الاي بي اللي احنا مستنيينه. يعني معانا اريليا معانا كليد تراندل هنا قصاد ياسو. هو ده البيك الاخيرة لتراندل هيدخل بيه ميد لين قصاد ياسو. اريليا هنا هتكون هي التوب لينر قصاد كليد. وبالتالي هنشوف اللي هيحصل. 3 دقايق ديلي قبل ما يعني كده التيم خلاص دخل الماتش ولكن احنا مستنيين 3 دقايق عشان ندخل الجيم. بارد اولاف كيتلين كليد تراندل قصاد جراجس جينكس لولو ياسو اريليا.
مش قادر الصراحة يعني اتكلم شوية لان عندنا هنا نايت فول عندهم نفس المشكلة تقريبا. يعني هم ضحوا بساين الجيم اللي فات كان هو التانك مع بروم، لكن المرة دي هنا وخسروا برضو، ولكن هنا مستكفيين بجراجس، وجراجس تانك وكل حاجة، بس مش عارف لسه هيلعب بيه ازاي. او ماي جون اكسكيوشنر هنا المفروض بيلعب جينكس، هنشوفه هيلعب ازاي على الجينكس. لولو هنا برضو مع الجينكس هيكون كومب قوي جدا. مش عارف ممكن هنا نشوف بارد هو اللي ميد لين، وترندل ممكن نشوف سبورت مع، بس هو اني بوت خلاص يعني، بس يعني انا بفكر شويه هو ترندل قصاد ياسو ما فيش كلام، بس ان هم يتجهوا على طول للميد لين بتو تشامبيونز ممكن يلعبوا توب لين ليه يعني متعه. هنشوف راي الناس ايه اللي بيتفرجوا معانا، ايه رايكم في اللي شايفينه ده؟ ريليا يعني كان نفسي تستنى شويه يا اخي كده، استنى كام يوم كده الريورك بتاع ريليا ينزل. اعتقد الناس كلها شافت الريورك بتاع ريليا، حاجه كانسر بشكل غبي يعني، ولكن هتكون ممتعه جدا للي هيقدر يلعب بيها كويس. اولف هنا تعالوا نتكلم عنه، موفمنت سبيد مش عارف هيلعب بايه، هيلعب ببريدتور ولا هيلعب ب بريز اتاك ولا هيلعب بالكتريكيوت مش عارف. جراجس قصادها يقدر ان هو يلعب افتر شوك، ممكن يقدر يلعب ان هو الكتريكيوت برضو. فليت فوت ورك معموله الجينكس اصلا. لولو هنشوف هتلعب بايه، هتلعب بجورديان ولا هتلعب بسامون اري، مش متذكر قوي. لولو ممكن تلعب بايه، ياسو هنشوف ياسو هيلعب بانهي ستايل لما بيكون الناس دي رايحه توب لين او ميد لين، بيكون بيختلف الستايل بتاعهم شويه. ريليا توب لين قدام كليد، ده هيكون ماتش اب يعني بشعه، هنستمتع فيه جدا. 12 ثانيه 10 ثواني هنبدا الجيم، وكفايه رغي عشان ما صدعكوش. هنطلع فاصل صغير ونرجع للجيم عشان نبدا نتكلم شويه في كلام على ارض الواقع، استنونا. When competing at the highest level, there's nothing more stressful than having a PC problem in an important round. I'll be setting up a streaming PC soon, and the 6-core chip will give me the performance I need to frag hard into Counter-Strike and PUBG. How many frames are we getting in CS? In CS? 500 to 600 in DM, which is insane. Human rifle. I'm keeping this PC. رجعنا لكم تاني، دلوقتي بنظبط السكور بتاع الشامبيونز. وادي ريلي على طول، مفيش كلام، مفيش المره دي انفيجن، مفيش فايف من على لين محدد، ولكن برضو نفس الكلام من فريق وان لاست انفيجن هو الريد تيم، ونايت فول هو البلو تيم. بارد هنا واقف مع كيتلين يأمن مداخل ومخارج الجنجل عشان مفيش اي انفيد يحصل. بص جراجس هنا برضو واقف فين، ياسو عشان اي دخلة من مكان مش متوقع، بيشاور لجينكس هنا، ولكن جينكس ما تروحيش لان فيها مخاطرة، ده الطبيعي ان هي ما تروحش، ولكن راحت بدون اي مشاكل. دي مشكلة كبيرة يعني، ما يعني بلاش ان انت تروح حتة زي كده وانت لوحدك خالص. ولكن الجيم هيبدأ ستار جورديان جينكس مع السكنيه بتاعت لولو دي، يعني بتخليها سو كيوت جدا. اولف هنا ذا فايكنج ووريور واقف،
منتظر البلو باف وادي بيسن سكاكينو عشان يقطع في اول ما يطلع. نبدا الجيم شباب، دقيقه و20 ثانيه بدانا الجيم. ياسو قدام تروندل، الماتش اب المنتظر، شفناه كتير توب لين مفيش مشاكل، ولكن انا كان نفسي يبقى في اي بي شويه. تورنيدو من ياسو ممكن يضايق بيه، ولكن هو مستني فارم بي وفي نفس الوقت يدي نقب لتروندل عشان ياخد الفارمايه من قدام تروندل. والله ياسو هيبدا ايرلي جيم ان هو يضايق تروندل شويه، وخلينا فاكرين ان اني بوت اختار تروندل بعد ما ياسو اختار، وبالتالي فانت اختيارك المفروض يكون كاونتر. ونشوف ده على ارض الواقع. بص برد هنا على طول كيوب منه على جينكس، ولكن بسلام على طول لولو بتلحقها. واو تورنيدو ابعد عن ياسو. الناس 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 معانا. وادي على طول ادي كليد ممكن يقفش ريليا، ولكن ريليا عندها السبيد بتاعتها والسكيب ابيليتي بتاعتها حلوه جدا، تقدر ان هي تماتش قدام كليد بشكل قوي جدا. ايريليا اللي بيعرف يلعب بايريليا صح هيكون سفاح بشكل كبير على واحد زي كليد. بص هنا برد قوي جدا، وادي هنا الاي بتاعت ياسو يدخل على تراندل يرجع ورا، ولكن هو شايف اولف. ادي فلاش على طول هنا واجنايت على طول تراندل مع السلامه، ولكن هنا على طول اولف فلاش وتراندل ما ماتش. اوه ماي جاد الاجنايت من تراندل هي اللي قتلت ياسو، مش اولاف هو اللي قتله، ولكن في نفس الوقت ياسو حرق الفلاش بتاعته على تراندل، ولكن تراندل ما ماتش هنا. بص هنا على طول كليت ممكن يجيب الكل على ريليا، ولكن بيجبرها ان هي تفلاش، بياخد هيتاي اعتقد من التارت قبل ما الكاميرا تعدي على طول، ولكن هنا لولو برافو بيقدر يشيلد نفسه بسرعه، بيعوض الدمج اللي عليه من كيتلين. كيتلين مع بارد قادرين ان هم يلعبوا يعني اجريسيف بشكل عادي وطبيعي. بص هنا الكيو من بارد ممكن تزعل اي حد يا جماعه، وانا يعني سامحوني بقى النهارده هكون فعلا في صف محسن اللي لا بلعب ببروم وبلعب ببارد. هنا سايد ستاب على طول من كيتلين، لا كيو على طول على جينكس. كيتلين قادره ان هي تماتش حلو بولت بيلعب بكيتلين يعني عالي العال. وادي الدبليو بتاعت بارد على طول والهيل اللي يخلي كيتلين تسستين على قد ما تقدر. ايريليا هنا بتلبس براحتها. بص هنا الفلاش على طول من جراجاس، برافو 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 على تراندل، ولكن تراندل ما لحقش يجي. بص برد هنا يا راجل، ده انت كنت لسه بوت لين بيلبس تراندل. التورنيدو كان عايز ياسو يدخل عليه تحت التاور، كان اكيد مجهز له حاجه، ولكن بص هنا لولو هنا سو اجريسيف على كيتلين، ولكن برضه هنا بص التحرك بتاعه كان حلو قوي من تحت. وانا اسف برضه مش هو اللي كان برام، انا بس عشان غيروا الاماكن، ولكن هنا لولو بتكشف نفسها. وادي برضه هنا ممكن يجيب كل برافو فلاش على طول ورا لولو، يديها الاجنايت مش مشكله، ولكن ساب اللي دي كاري بتاعه يموت. ممكن لو كان قدر ان هو يساعد والكيو دي تكون على جينكس كان ممكن لحق كيتلين بشكل افضل. وادي هيطير اهو بتلحقه دبل كيل برافو، وبتدخل هي في الاي بتاعته ممكن تهرب من اولاف، بيجي ياسو ويلحقها مش ممكن. الاكس بتاع اولاف هنا هو اللي يجيب على طول ايريليا، بيجيب جينكس اسف. وادي تي بي من ايريليا على الميدلين بتنزل على طول، ولكن اولاف هنا بيقدر يهرب. جراجس بيرمي كيو هيعطل تراندل شويه، مش هتعرف تعمل حاجه بشكل كبير الا لو ريليا كان معاها مثلا فلاش. هو عايز يتحرك، بص هنا على طول بتشيل الباسكون عشان ترجعهم لورا في مكان ما يقدروش ان هو يهرب منه. حلو الكلام لغايه دلوقتي، بدايه شوف رغم كل ده هي بدايه بتحصل بسلو موشن، يعني الكيلز ما بتجيش ورا بعضها بسرعه، ولكن في بنشوف الروتيشن بتاع التيم كويس. يعني شفنا التليبورت بتاع ايريليا حلو وجيب فايده ليها بكل ليها، ولكن ماشيين سلو موشن. برد هنا لعبت غلط شويه ممكن من وجهه نظري المتواضعه، ان انت ما ركزتش مع كيتلين وحميتها، ولكن ركزت على لولو وجريت ورا الكل، وده مش هو المطلوب. ارجع بقى لورا شويه عشان كده هتحط نفسك في مشاكل.
شايف جراجس هنا من يعني رايح بوت لين وادي ثلاثة. بص هنا التيميت على طول على كليب وادي مع السلامة يا عم ياسو على طول في الباي باي. I am speechless. يعني اتنين واقفين قصادك في اللين هنقول ان انت مش شايف كليب وفي نفس الوقت بتدخل بالتورنيدو بتاعك والالتيميت بتاعتك. ياسو بلايرز يعني نفس الـ العقلية والله مش بغلط. لا هو فعلا كده ياسو. انت لو بتلعب بيه ورميت التورنيدو ولاند خلاص الالتيميت بتاعتك ما تقدرش ما تدوس شهر. يعني انا عذرك بس يعني المفروض لو انا عايز اكسب جيم 2 وشايف ان انا بروتيت حلو في الجيم انا 3 5 دلوقتي وانا لسه مديهم يعني انا كنت 3 4 ومديهم كيل فور فري فبالتالي المفروض ان انا احاول احافظ شويه. ادي الهيل بتاع برضه هيساعد كيتلي بشكل كبير ولكن جينكس هنا هي اللي بدات تبوظ. ادي بوليمورف على طول من لولو ولكن برضه بيمس الكيو بتاعته. جراجس بيخلص الريد باف ولكن اولا في الناحيه الثانيه بيخلص جراجز وبيرجع على طول على البيز مجهز على طول اللي هيشتريه عشان يبدا يتحرك بسرعه. راندل رايح على الميد لين. لو بصينا على الفارم 32 فارم لياسو قصاد 36 فارم 37 فارم لتراندل وياسو 0 3. جينكس قدرت تسكيور لنفسها دبل كيل بذكاء شديد ركزت على كيتلين وهو ده المفروض وسابت لولو تموت مش مشكله مش هي دي القضيه ولكن قدرت ان هي تاخد بارد بعدها بعد ما كان خلاص هيهرب. وادي جراجس هنا جاهز على طول والالتيميت بترجع بارد لورا بالي مارف على طول يتحرك جراجس يسكيور الكيل نفسه. برافو وورث بشكل كبير وجراجس ما كانش معاه فلاش هنا تراندل على طول يدخل تحت التارت ليك مع كليد على يا عيني ريليا اللي مع السلامه كان معاه فلاش بس ما رضيش ان هي تحرقه على الفاضي. هي عارفه ان هي كده كده ماتت التيميت على طول. واو اولاف بيضيع واو بالراحه على الناس. بص هنا يسيب الكيل على طول لكيتلين يلا يديزيرف اكل لكيتلين على جينكس. بص الواردنج في الماب مش وحش ومش حلو. التيميت من ياسو على تراندل ولكن برد هنا الرايق جاهز على طول الويند في وشه ولكن اجنايت على ياسو مع السلامه من تراندل هتاخد الكل ليه مفيش اي مشاكل. برد هنا متواجد على طول كل ما بيطلع ياخد الباسيف بتاعته بيروم على لين تانية يبقى كده احنا نتعلم او انا هتعلم كبارد بلاير نو بلاير ان انا لما ابدا اتحرك عشان اخد الباسيف بتاعتي ما اخليهاش اضيع وقت وخلاص وارجع اللين بتاعي. لا انا ممكن اخلصها واروح على حته تانية كده زي ان انا ممكن اضايق جراجس هنا ببادي سلام وبفلاش وبيرجع على طول على اولف ولكن في الاخر فلاش وبعد كده وقفت لهم عادي. كنت ممكن تبدا تحاول تجري على البلاست كوندي ولكن مش مشكله برضو واقف مستني لولو واضح ان هو شايف لولو لكن مش شايف اي واردز موجوده بيرمي نفسه دبليو ويمشي نفسه وبيستعد عشان يروحوا للبوت لين. لولو بتاخد بالها جينكس لسه ما خدتش بالها تديها مومنت سبيد بترمي ليه بتاعتها عشان تستن برضو لكن ما فيش اي مشاكل والالتيميت على طول بيتوقف جينكس ولكن تحت التاور بتاعها على طول كيتلين مش ممكن هتايا كمان برضه هو اللي بياخد الكل بالاجنايت الراجل مش ممكن. كليد هنا مع ريليا بيعفروا وهيبدا الماتش هنا رخم شويه بتفتح التيميت على كليد ولكن كليد بالسكار اللي هو لابسه راكبه اسف بالحيوان الرخم اللي هو لابسه ده سكار اللي هنا بتدخل على طول ممكن تستون ولكن هنا كليد هو اللي بيرجعها ورا. تراندل جاهز والتيميت كليد فلاش ريليا اللي كانت حافظاه بقالها فتره برافو ولكن هنا تراندل بيحاول يوقفها ولكن بترجع تاني على الليل. هو ده الفلاش اللي هي ما حرقتوش لما جم لنفس الاثنين عشان ياخدوا الكل عليها تحت التارت ما كانش ليها لازمه ان هي تحرق فلاش ولكن هنا بتحرق الفلاش بتاعها كويس جدا عشان ترجع وشويه كوربشن بوشن يرجعوا لها شويه اتش بي تبدا ترجع تاني للليل. تراندل هنا رغم ان هو عمال يروم هنا وهناك هو تقريبا نفس الفورم بتاع ياسو لكن ياسو 0 4. كيتلين بص هنا بقى بدات تفرق عن جينكس ولكن جينكس احنا عارفين ليت جيم
هتكون طبعا ملهاش حل. ولكن برضو انت عندك جينكس كيتلين هنا يعني بحوالي 21 فارم او حاجة زي كده على جينكس, وده هيديها هيد حلو جدا. برضو هنا بيرجع على طول بعد ما كان بيفكر يطلع لقدام. جراجس هنا برضو متجه بوت لين, ولكن بيلاقي ان كيتلين وبارد رجعوا وهم طبعا حاطين ورد وشايفينه كويس قوي. وبالتالي انك تحط واردز كتير وتبقى شايف الجنجلر كل ما يجي بص هنا هتايا تضرب في المينيون وفي جينكس تديها ستان هتايا كمان, ولكن التيميت بتاعت لولو جاهزه ممكن كمان تضايق كيو تاني من بارد ما بتلاندش على حد. وريليا هنا تحت الترت ولا فيرا جايب الالتيميت مش ممكن, مفيش هروب. ادي ريليا مع السلامه هيسيب الكل لكليد عشان يبقى هيت شويه. وادي جراجس هنا هو فورمان بوت لين هيهرب مش ممكن. أربعة بيضيعوا وقتهم في التوب في البوت لين ومفيش ولا كل جت. جراجس يعني معهوش الالتيميت بتاعته اتحرقت خلاص مع السلامة, بيرجع تاني مكانه معهوش فلاش معهوش أي حاجة. وبالتالي جان كايا مالهاش معنى. ريليا هنا بعد ما ماتت مرتين قدر كليد إن هو ياخد تورت, وبعديه على طول ترندل خد التورت بتاع ياسو. فريق وان لاست انفيجن بيلعب باريحيه جديده. بص هنا بقى اللي انا كنت بكلمكم عليه في جيم 1, نركز مع بعض. ادي كليد هنا على طول بيضايق تراندل وولف موجودين, وريليا هتموت الموته الثالثه مفيش اي مشاكل خالص مع السلامه. وان هيت من كليد هتكون هي الضربه الاخيره. بول مرفع على طول بتتحرك كيتلين وهتحاول تهرب, ولكن المره دي اعتقد صعب لان كيتلين عندها دبليو بترفع الماستري ليفل بتاعها وبتقول لهم مش مشكله خالص النهارده كلاي عليا بكره انتوا خسرانين الجيم. كيتلين وبارد هنا مهمتهم ان هم يسستينوا البوت لين, يكونوا مواردين كويس ما يتعملش عليهم جانكس كتير, وبالتالي يبعدوا الجنجلر بتاعهم ما يحتاجوهوش كتير. وبالتالي ما شفناش تراندل كتير, شفنا تراندل على طول توب لين. ليه؟ لان التوب لين مفتوح ليه. ريليا خلاص مش قادره تلعب قصاده قصاد كليد. ادي التارت بتاع البوت لين بيروح بتاع كيتلين, ولكن بص قصاد التارت ده كام تارت وقع للتيم. تراندل هنا بيبوش على ياسو بشكل قوي, ولكن ياسو اوه بادي سلام بيروح معهوش التيميت. جراجس دلوقتي تراندل ممكن يكون في مشكله فعلا. بيعمل ايه؟ هو عارف ان هو سو تانكي, ولكن بص يا لهوي اوه الالتيميت من جراجس وفلاش واو, ولكن بيتجاب من ياسو اخيرا. اولف هنا هو اللي بيحاول يهرب, لا بادي سلام على طول من جراجس هو اللي هيستنه ومش عارف يعمل ايه. خلاص مفيش بلاست كوم مفيش اي حاجه وهيموت. التيميت كليد ولكن ما بتلانش على حد, برضو التيميت سكيورتي كده من لولو على جينكس عشان تمنع التيميت كيتلين عليها. وادي البطرت هو كمان هيروح. اللي انا كنت بقول لكم الجيم الاولاني هو ان مش لازم اللين بتاعك يكسب اللين او يكسب الجيم او يكاري, ان البوت لين هنا كان قادر ان هو يلعب يسستين او يحافظ على تواجده في البوت لين في حين ان الميد بيكسب وفي حين ان التوب بيكسب. مش لازم اللين بتاعي يكون هو الكسبان, مش لازم ان انا اكون فيد, ولكن لازم ان انا اكون قادر اوفر للناس اللي معايا ان واحد زي بارد هو اللي يروح يروم. مش محتاج ان الجانجلر هو اللي يجي يجانك عندي, مش محتاج ان التوب لين يتليبورت عندي. هو ده اللي انا بتكلم فيه, ان انت كتيم ورك كلعب ك ك ك كتيم فايت. تراندل هنا على طول تحت التارت على ياسو وهتايا من التارت, هتايا 2 3 بول مارت من لولو مش هتعمل حاجه. تراندل معاه يعني يقدر ان هو يهرب بسهوله جدا. ياسو هنا معاه ويند ولكن بارد بيهرب بليه بتاعته, بيلاقي جراجس في وشه بيحاول ياخده. بص هنا بيبيت على طول جراجس بيفلاش بيرجع لورا بيلاقي كليت في وشه ياخد الكل بدون اي مشاكل. بارد هو اللي بياخدها والتمت على
ياسو ولكن ايه هنا من جينكس بتحاول جينكس هنا بتحاول تقيد شمال ويمين على تراند اللي هنا بيطير على طول كليت جاب لولو وادي جينكس بتفلاش بسرعه كليت بينزل تحت التارت وتراند بيلف من ورا بالتيميت ياسو هنا التيميت قويه اوه التيميت جينكس هنا بتجيب دبل كيل بروفو جينكس هنا كانت صاحيه التيميت من ياسو ما بتروحش في الهواء هي اه في الهواء بس ما بتروحش في الهواء قصدي ان جينكس هنا قدرت ان هي تخلي الكيل بتاعته وورث وما يكونش تلتت شويه التيميت كانت قويه جدا من ياسو برافو ويقدر ان هو يلحق الجيم نايت فول هنا 11 كيل قدام 16 كيل في الدقيقه 16 معدل كيل كل يعني دقيقه لفريق وان لاست انفيجن 5-0 لكليد هنا وبالتالي الراجل ده ملوش حل على نار فيد على كليد فيد بيقدر يلعب صح بيقدر يخش يجيب الكيلز بيقدر يجانك مظبوط بيقدر يضيف في الوقت الصح برافو برافو راكيون كيتلين هنا تاخد البلو باف تحاول ان هي تساعد شويه في اوبجكتيف هنا بيبداوا يبصوا عليه والله يعني اللعب هنا نساني ان في حاجه اسمها اوبجكتيف وادي ريفت هيرالد هنا بيحاولوا يسكيوروا ريفت هيرالد وان لاست انفيجن ولكن نايت فول مش هيسيبوه ببلاش مش هيسيبوه ببلاش ده لسه 17 يقدروا يرشوا حاجه زي ريفت هيرالد ولكن مش هي خاطره دلوقتي هيحاول ان هو يسيب بس سكاتلر عشان يديهم فيجن لا والله هيرشوا الريف ممكن نشوف فايت هنا وخصوصا ان كليد وبارد تحت وهنا اولاف مع تراندل ووو هنا كيتلين بتاخد الدريك سولو جينكس هنا وادي التيميت بين برام جينكس هنا بتاخد التيميت بتاعت لولو ولكن ما بتدخلش بيعملوا ايه مصممين على الريفت هنا وممكن نشوف الريفت هنا بيروح وادي لخبطه هنا يمين وشمال كليد على طول بيفوش على جينكس وجراكس هيطير مع السلامه كليد هنا بيحط نفسه مشكله ولكن بيفلاش وتراندل فوق كان مع ياسو ولكن ياسو قدر ان هو يقتل تراند الوادي هنا هيتاية كمان للريفت خده بقى يا اخي مش ممكن على طول مستنيين ايه تاني كيتلين بتاخد ريليا واو كليد بيرجع على سكارل تاني ولكن جينكس بتحاول تهرب على طول تريبل كيل لكيتلين سيب لها الكوادرا وادي كيل اس 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 مش كوادرا كيل لكيتلين ولكن مش مشكله كده كده نو بينتا اني واي فهنرجع تاني ايس لرف لا بص هنا الاي اوف ذا ريف مش محدش خدها محدش لحق اختفت خلاص و انا يعني حاجه زي كده كافيه تماما ان هي تلت بلد بحالها والتلت اللي عاملين رايت نفسهم مش ممكن ان انت تدخل فايت عشان تاخد ريفت هيرو من غير ما تاخد الاي اوف ذا ريفت اللي هي اصلا من اوبجكت بتاعه يبقى انت كده سو تلتد ان انت تعمل اي حاجه في الجيم 21 13 دقيقه 19 حوالي 44 ثانيه على البرن عشان نشوفه و كده اوشن دريك وماونتن دريك سكيورد لفريق وان لاست انفيجن قادرين ان هم يرشوا اوبجكتيف حلو وقادرين ان هم اوه ولكن هنا البلو مش هيروح لحد ولكن ياسو هو اللي بياخده وان لاست انفيجن فعلا زي ما اتكلمنا عنهم ان هم ما يهمهمش الاوبجكتيف يهمهم التيم فايت تيم فايت الاول اكسبه بعد كده اشوف الاوبجكتيف اللي انا عايزها الريفت هيرالد هنا كان موجود ولكن مفيش حد كان عايزه مفيش حد كان بيفكر فيه حتى لو نايت فول هياخدوه ولكن هياخدوه على جثتهم وده اللي حصل من وان لاست انفيجن انيبوت عامل شغل عالي مومنت سبيد عاليه موجود في كل مكان زي ما كان بيلعب بالظبط بريليون سول مفيش اي اختلاف خالص اولف قادر ان هو يكون موجود في كل مكان وادي يعني بيفايتوا على البلو باف ولا كانه يعني البارن هنا كليد بيمس وريليا موجوده برده بوت لين جينكس هنا بتتجه توب لين شويه تحاول تاخد شويه فارم تحاول ان هي تبعد الويف بتاعتها الجيم هنشوفه مطول عن كده شويه مش عارف ادي وان لاست انفيجن بيرشوا البارون الاوبجكتيف الوحيد اللي موجود على متن هذه السمنر ريفت وادي تراندل
ادي بيلبس التيميت من ياسو بيتشفت على طول، ولكن انا كنت عارف ان هو مستني ان هو ايه فلاش. بص هنا يا راجل، انت بتفكر ازاي تاني مره يسايد ستاب الالتيميت بتاع جراجس؟ يقول له انا ماشي كده وعلى طول التيميت جراجس تكون ملهاش اي معنى مع تراندل. برافو 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 برو تراندل، برو لعبه برو. يعني الدوج ملك الدوج هنا. بص كليد واو، that was amazing. وبوز هنا اول بوز في الجيم، مش عارف من مين، مش عارف مين دي سيد، ولكن دقيقه 21 2 كيل ل 13 كيل، وان لاست انفيجن قادرين يدومينيتوا السامنرز ريفت بقوه وبشكل كبير جدا جدا. ادي هنا تروندل بيحاول ان هو يدخل تحت التوريت عشان، لكن هو معاه البارن باف يقدر يريكول بسرعه، يقدر يريكول بسرعه، مفيش اي مشاكل. هنسيب نايت فول يكلير الويف دي، مش مشكله غلابه، سيبوهم يلعبوا، ولكن هنجي لهم في وقت تاني. في التعليق بتاعي ما بقصدش ان انا اكون اوفنسيف على تيم او اوفنسيف على شخص معين، بالعكس تماما. في ناس بتلعب حلو، في ناس بتلعب مش مستنياني ان انا اقول عليها حلو، ولكن انا يعني مجرد بقول اللي انا شايفه، بقوله بشكل ساخر شويه. فعلا نايت فول في ازمه كبيره، وان لاست انفيجن بيقدروا ان هم يسيطروا على الجيم بالطول والعرض. تاني جيم نشوفه، يمكن الكيل ديفرنس مش زي الجيم اللي فات، لكن لسه مش عارفين الايام اللي جايه جايبين لنا ايه. جراجس هنا لعبه كويس مش وحش، ولكن مفيش تناغم بينه وبين التيم. تراندل هنا دايما هو وولف عاملين ازمه، ليه؟ لان تراندل وولف، بص هنا وولف على طول عارف هيهرب ازاي، انا عارف معايا فلاش ولا مش معايا فلاش، والديستنس اللي هتكون ما بيني وما بين الخصم، احاول ان انا اكون موجود في المنطقه الفلانيه عشان اقدر ان انا في الحته دي اضرب فلاش، في الحته دي ارفع الاي بتاعتي، في الحته دي اقدر ان انا اضرب الدبليو بتاعتي واخد موفمنت سبيد وابعد. عارف كويس قوي امكانيات الشامبيون اللي هو بيلعب بيه، عارف كويس قوي امكانيات الشامبيونز اللي بتلعب قصاده، وازاي ان هو يلعب قصادها، زي الذكاء اللي احنا بنشوفه مع ياسو، زي الذكاء اللي احنا بنشوفه مع جراجس. هو ده اني بوت بتراندل. ياسو هنا بيحاول يعمل ما يعمل. كليد هنا بيلاند على طول على جراجس، بيمحي جراجس دريدد، ولكن الالتيميت من جراجس مش هتعمله اي حاجه، بيدي فلاش على طول بعيد عن كليد، ولكن كليد على طول بيجيبه يعني بسهوله جدا. التيميت على كليد كانت قويه، ولكن مش وانت في كده. التيميت من برد على ياسو على طول، ولكن هو لفينا بيدخل. التيميت من لولو، ولكن ملهاش اي معنى. على طول تراندل بيدخل، ممكن وان لاست انفيشن خلصوا الجيم. هنا بارد بيدخل على طول بيديها ضربه بالباسف، الله عليك يا ولد. على طول اولف بياخد جينكس بعد الضربه واو واو، اوتو ابيليتي من بارد تخليه يدي سلو لجينكس. اولف على طول السكيور بيخلي نفسه يموت عشان معاه الجي اي او الجارديان انجل، عشان خلاص كده وان لاست انفيجن يدومينيت الجيم. نكسس مع السلامه، جود جيم فريق وان لاست انفيجن، فريق بيلعب صح، بيلعبوا كويس جدا. هارد لك فريق نايت فول، اديته الماتش ده احسن من الماتش اللي فات بكتير، ولكن بيكس كده لازم نتكلم عليها. بيك ياسو، ياسو المفروض يكون البيك مفاجاه شويه بعد ما تعرف مين الميد لينر اللي قصادك او التوب لينر اللي قصادك لو انت قررت تلعب بيه توب لين، ولكن انك تلعب او تختار ياسو بحاجه ممكن او هنا يعني اختيار تراندل طبعا كان ذكاء شديد من انيبوت ان هو يلعب تراندل، وخصوصا ان هو عارف كويس قوي ان تراندل يقدر يسد قدام ياسو بالطريقه دي. ولكن برضو هنا مش عارف ليه لورد مصمم ان هو ياخد بيكس معينه قبل ما الانمي تيم، وخصوصا ان هو عارف يلعب قدام انيبوت يقدر يكونتره باي حاجه خالص. مش عارف، مش عارف لورد هنا تاني مره قدام ياسو قدر ان هو يسستين الجيم كله بشكل كويس قوي. ريليا كان قادر يعمل اللي عليه وزياده، مفيش اي مشاكل عنده خالص،
ولكن برضو الجانكس الكتيرة والرومز الكتيرة من ترندل ومن أولاف قدرت ان هي تساعد إيريليا ان هو او ان هي اسف ما تساعدش إيريليا, هي تساعد كليد ان هو يبقى فيت زي ما احنا شايفين برضو 7-0 و8 لصالح كليد اللي قادر او توب لينر قادر راكيون ان هو يلعب بقوة بسهولة جديدة قوي ان هو يكسب الجيم. جي جي لفريق One Last Invasion وهارد لك لفريق نايت فول, لعبتوا ماتش قوي اقوى من الماتش اللي فات بشكل كبير, ولكن وان لاست انفيجن عندهم ماب اويرنس عالي, عندهم رومينج سكيلز عاليه, عندهم تشامبيونز بيقدروا يختاروها بشكل افضل واحسن, وبالتالي البيكس والبانز بيحددوا حاجات كتير قوي, وده اللي لعب عليه وان لاست انفيجن. ومش هنقدر نقول حاجه في الاخر غير جي جي قبل ما نطلع للاستوديو التحليلي مع بورنو. اتمنى نكون تكونوا استمتعتوا معنا بالماتشين اللي شفناهم, وسلام. And today, Aorus has brought us some new gear to check out, so we're going to have a play around on their new gaming board. Favorite color would have to be Chief Blue. It's a classic, just a nice pale blue. Flash or static? Flash. You gotta go flash. Static's boring, you gotta go static. Flash. Favorite color, a bit boring, but static white. Nice and simple. Iceman. اهلا بكم مشاهدينا, رجعنا لكم تاني في الاستوديو بتاع جيمرز لاونج بعد جيم 1 وجيم 2 من نايت فول ضد وان لاست انفيجن. الف مبروك لوان لاست انفيجن, هيكملوا معانا ان شاء الله لدور الاربعه في يو ان اي, وهارد لك لنايت فول. الرنه بتاعتكم كانت كويسه, وصلتوا لمركز كويس في التورنمنت دي كونسيدرنج ان في تيمز كتيره جدا مشاركه معانا, فهارد لك يعني الناس دي ما تفقدش الامل, انتوا كويسين وان شاء الله اكيد هنشوف مستوى احسن واحسن منكم في التورنمنتس اللي جايه. النهارده يا جماعه احنا ما عندناش الا ماتش واحد, فاحنا كده خلصنا النهارده, بس الماتشات ان شاء الله هتكمل معانا بكره الساعه 7 والساعه 10, فاستنونا. وحاجه كمان يا جماعه, استنوا على البيج ان شاء الله هننزل بوست بالراوندات اللي جايه, راوند السيمي فاينل والجراند فاينل هتنزل على البيج ان شاء الله النهارده او بكره بالكتير, عشان التيمز اللي اتاهلت معانا للمراحل الاخيره. اشوفكم يا جماعه ان شاء الله بكره على خير, وتابعونا.